وسهلا بمتابعي قناة شمس ميديا. في شارع شيرازي وعلى مفترق طرق الشهداء هناك مقبرة ومتحف لنادر شاه أفشار. الكثير من العرب اللي يسكنون في فنادق هذا الشارع عادة ما يزورون هذا المتحف ليسلط الضوء على هذا الحاكم الإيراني في القرن 18 للميلاد. طبعا هو كان من قطاع الطرق في مدينة كلات نادري اللي تبعد عن مدينة مشهد 158 كيلومتر. وبعدين في زمن الاحتلال الأفغاني لإيران جمع رجاله وعمل كقائد عسكري لآخر ملوك الصفويين وهو طهماس الثاني، وحرر إيران من الهجوم الأفغاني، وشوي شوي قضى على الصفويين وأسس دولة الأفشاريين. قبل أكمل لكم المعلومات عن تاريخ هذا الرجل المهم في التاريخ الإيراني، خلينا نتكلم شوي عن المتحف. هذا المتحف من أجمل الأماكن التاريخية، بناه المعمار والنحات الإيراني الشهير هوشنج سيحون في فترة حكم البهلويين، يعني في زمن رضا شاه. طبعا بهذه الفترة، في فترة رضا شاه وابن محمد رضا شاه، كانت مهمة الدولة الاهتمام بالحس القومي وتعظيم تاريخ الإمبراطورية الفارسية والاعتزاز بالقادة والملوك اللي عملوا من أجل إيران والثقافة الفارسية. لذلك شيد شاه إيران الأب يعني رضا شاه مقبرة ومتحف لنادر شاه أفشار. وهذه المجموعة التاريخية اللي تضم قبر نادر شاه وأيضا الأشياء التاريخية اللي تتعلق بالدورة الصفوية والأفشارية حتى اليوم هي مصدر فخر واعتزاز بالنسبة للإيرانيين. هذه السيدة اللي تشوفونها اسمها سوسن، اليوم عيد ميلادها وجاية على زيارة هذا المتحف. هي من محبي الطبيعة والسفر والتاريخ، وكانت تكلمني عن المتحف انه كان يضم اشياء تراثية اكثر ولكن اليوم ما موجود الا القليل. طبعا النقطة اللي لفتت انتباهي انه تقول انه في ايام المدرسة كانت قريبة مدرستها عن المتحف، يعني قبل 50 سنة، كانت دائما تزور المتحف وحبت ان تهدي نفسها اليوم بيوم ميلاد زيارة لهذا المكان التاريخي. وأعتقد أنه لعلها أرادت تسترجع ذكريات أيام المدرسة والطفولة. قبل أن نكمل هذا الفيديو، إذا عجبكم لا تنسون اللايك والتعليقات وأن تنشرون هذا المقطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. نادر شاه أفشار واحد من أكبر الغزاة الفاتحين في تاريخ إيران الحديث، استولى على أفغانستان وبعض الأجزاء من وسط آسيا، بعدين قاد حملة إلى الهند تمكن فيها من الاستيلاء على مدينة دلهي، وبصراحة نهب دلهي واستولى على مجوهرات عرش الطاووس اللي مشهور هناك، وأيضا انتصر في معارك ضد الأفغان، العثمانيين، الروس والمغول. كل هذه جعلت من انتصاراته وبفترة وجيزة جدا أقوى حاكم في الشرق الأوسط، ولكن امبراطوريته بصراحة تفككت بسرعة بعد اغتياله في عام 1747 للميلاد.
ووصلنا إلى ختام التقرير. طبعا نقطتين مهمة راح أقول لكم بها. أولا إذا عندكم اقتراح بالنسبة للأماكن اللي تحبون تتعرفون عليها أو عندكم أي استفسار بإمكانكم أن تعلقون تحت هذا التقرير، وإحنا راح نقرأ إن شاء الله التعليقات ونحاول أنه نعد تقاريرنا الأخرى على وفقا لأسئلتكم واستفساراتكم. أيضا إذا كانت هناك خدمة تحبون أن نقدمها لكم بإمكانكم تتواصلون يانا عبر الرقم الواتساب. ونذكركم لا تنسون أنه تنشرون هذا المقطع مع أصدقائكم حتى تعمل فائدة بالنسبة لمحبين السفر والسياحة في مدينة مشهد. إلى تقرير آخر، السلام عليكم.